السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة إن شاء الله كما العادة نقول الدعاء ديالنا اللهم في صباح هذا اليوم وكلتك أمري واستودعتك همي، فبشرني بما يدخل مفاتح السعادة والرضا في قلبي، اللهم لا ترد لي ولهم دعاء، ولا تخيب لي ولهم رجاء، ولا تسكن جسدي وجسدهم داء، ولا تشمت بي الأعداء يا واسع المغفرة والرجاء. تمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفيديو جديد ونهار جديد مع اختكم توريا نتمنى نكون تنفوج عليكم كي دايرين بعدا لاباس عليكم العائله ديالكم نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير واحوالكم طيبه يا ربي آه ما يا <applause> اليوم ما كان غير الشقه الشقه بنات البنات والتصياق جبت لكم اليوم الحماس الحماس البنات ديروا الحماس نوضوا 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 دابا راه ما كاين غير التصبين وحنا كت... تبان لينا واحد شويه الشميشه صافي تيبان لينا غير و والصابون المهم صافي البنات قلت اليوم ان شاء الله غادي نهز شوفوا روي روين تروين ها انتم الصنادل كل شيء هنايا يعني بنتي كتعاوني ساعه كانت باغا دير ليا يعني تدخل لي البات تحت تحت هاد السدادر هذا البنات واحد الغبره ما نقولش لكم واش ما عندكم هاد العجاجه اللي عندنا حنايا واحد الغبره كحله 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 واحد الغبره ما ليكم لكم صافي هنايا البنات غسلت السراجه من هنايا ما هنا على هذيك الحاله اللي فوق اللي فوق الطبله مازال غادي نحيد كلشي مازال غادي نحيد غسلت الحيوطه الحيوطات هما البنات كانوا حالتهم حاله كيطبعوا اللي آه عنده الوليدات هذا هو حاله صافي غسلتهم مزيان الحيوط آه غسلت السراج ما لقيت فيهم واحد ال... واحد الغبره كحله البنات صافي هنايا ال... هنايا هذه البلاصه هذه راه درت فيها جابير خليته هكا يترقد <applause> المهم البنات عمركم ما سمعتوا الارض كترقد ايوا انا كنرقد الارض صافي الكوزينه تاع هي هي واخا مازال يعني مازال ما جمعتهاش حتى هي يلاه يلاه كنرقد فيها هنايا يعني البنات بغيت نوريكم هاد الا كان عندكم شي حل هاد الصينيه هاد الصينيه البنات ثقيله ما نقولش لكم الله يلا ثقيله ولكن شوفوا كي ولات بحال يعني فيها الصدى هذا ما عرفتش شنو غادي ندير ليها وغادي نجرب هاد الو هذا البرودوي ديال الو نشوف واش غادي يحيد ليها ولا ما يحيدش ليها المهم حنا نشوف في الاخر نشوف واش حيد ليها ولا لا صافي غادي نستعمل هاد الو البنات ديال البوطات وديال المهم ديال الطبايع ديال لي طاش وصافي واش كتعاودوا لاباس عليكم كاين شي جديد كاين شي قديم المهم آه ان شاء الله تكونوا كاملين مزيانين كي دايرين العائلات ديالكم يا ربي يكونو يكونوا مزيانين كي مع الامتحانات المهم كاع اللي عنده وليداتو ف يعني كي يا الامتحانات الله يسهل عليهم ويسمعكم خبار الخير ان شاء الله بحول الله هنا البنات انتم راه في هذا كنرش فيه وغادي نخليه مزيان يترقد ونشوفوا واش غادي يحيد ولا ما يحيد صافي وهانتوما معايا ما تمشيو فين ما تنساوش اختكم من اللايكات الله يسهل عليكم ويجازيكم بخير ديروا اللايك ديروا الاشتراك كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي يعني قناه يوميه تريال ريفيه مرحبا و الف مرحبا دار داركم مرحبا بالتساؤلات ديالكم مرحبا بالانتقادات ديالكم هنا البنات البوطرة راه باقي يعني ما غسلتهاش يعني مازال انا يلا بديت بالصاله وهذه تنوريكم الطويجين ديالي اللي غنتغداو به هاد الطاجين البنات راه محمد منو منه النص وخلينا لينا النص انا كنجيكم صريحه يعني طاجين واحدة البنات راه قسمناه تشيلي كاين يعني الاقتصاد البنات الاقتصاد المهم صافي هنايا هذا هو غدانا البنات طبيعي بلا ما نتصنعوا عليكم بلا شي حوالي ما نوريكم شي حوايج ما كاينينش كاين غا هادشي اللي كاين البنات راه ورينا ليكم درت الطاجين وخا محمد عمرت عم له يعني ما كيتغداش معانا كيتغدا في الخدمه وصافي ودابا ان شاء الله البنات غادي نوريكم هذا اللي خديتو خذيت هذا كانوا شكروه المهم شكروه ليا بزاف ديال البنات يقولوا خذ زوين زوين هذا كيرطب الشعر قال لك قال لك الشعر انا ما خديتوش على ود زعما كيرطب الشعر ولا ما كيرطبش الشعر خديتو على ود البنات منين تيتعرض الشمس بحال كت... كتحرق لهم الزغبه صافي خديتو باش نديرو ليهم ان شاء الله بحول الله شنو لا بلاتي انا جاي يلا سير انا جاي هنا البنات كنوريكم هذا ديال المايونيز قالك فيه المايونيز بنتي طيرات عليا من يدي قلت لي انا غنحلوا فيه المايونيز فيه الزيت زيت العود وفيه فيه, فيه فيتامينات وما عرفتش المهم نجربوه ونقول لكم واش صح ولا غير صح وفيه رائحه زوينه صراحه فيها واحد الريحه زوينه قلت لكم وفيه البروتين هذا الشيء اللي فيه البنات هذا هو نجربوه ونرد عليكم لا كان زوين نقول لكم راه زوين ولا كنتو نتوما جربتوه وما ما زوينش نقولوا لي المهم هذا ما كان وشكرا لكم بزاف بزاف يا احلى عائله شكرا لكم المهم قبلوا على روينتي هذا النهار شاركت معاكم روينتي يلا المهم سير ماي ما واصلين و بنتي خليوني غنهضر 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 شوفي البنات فين ما ناس التليفون كيجيو اجي سير سير ماما هلا وما ما تبكيش يلا سير يا اميمه ها هو ديالنا البنات كيتختخ يا البنات ملي تيحمقني الطاجين ملي كتفو كتكون فيها هذيك الحرقية يقولوا لي واش نتوما ولا ولا غير انا بوحدي كيحمقني الطاجين ملي كتفو ملي تتكون فيها هذيك الحرقية المهم اللي في اللي في الوسط الطاجين ايوا الحاره ضروري البنات الحار 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 هو اللي تيوكل يلا بقاو معايا السلام عليكم الاخوات كي دايرين لاباس عليكم مزيانين اوركم هانيه والله الا قلت غادي نهضر مع الاخوات والحباب ديالي أه واحد شويه بما انا يوصل الوقت ديال البنات باش نوصلهم ان شاء الله المدرسه وصافي نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين يعني كما لاحظتوا معايا البنات راه هزيت هادشي كامل وصيقت وكل شيء ونتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم الفيديو قلت كنشارك معكم اي حاجه يعني درتها شاركه معكم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والاشتراكات ديالكم كيهمونا كي بزاف قول لهم اللايك المهم <applause> كتقول لكم اللايك. لايك 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 اشتراك اول مره كتشوفوا القناه ديالنا مرحبا بكم وايت مرحبا يلا مع السلامة نمشي نوصلهم ودمتم في أمان الله المهم الأخوات هنايا غادي نحتاجو هنا هنايا ميتين وخمسين وميتين المهم البنات غادي نحتاجو هنايا في البسكويت ميتين وخمسين غرام والزبدة غادي نديرو مية غرام المهم غادي ناخدو الزبدة ديالنا وغادي نكبوها هنايا هذا الصلصه مزيان وهنا الاخوات دزت معاكم باش نصاوب معاكم واحد ماشي باش نصاوب معاكم باش نجرب معاكم البنات اليوم جبت لكم واحد الوصفه نجربوها كاملين يعني نجربها انا وشوفوا واش تقدروا ديروها ولا ما تقدروش ديروها المهم صراحه هي هي في الاول درت تشيز كيك يعني هذاك كان... البيمو يعني صابلي ولا اي بيمو عندكم ديروه مع 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 الزبده وديروه هو الاساس وفي الاخر درت هذيك صاشي كريم صاشيه كريم شونتي مع الحليب ومع الفاني هانتوما راه الفيديو واضح وباين هنايا صافي وغادي ناخذ البنات كاس كاس شوية يعني كاس ونص ديال الكريمه كاس ونص ديال الكريمه غادي نطلع كريم هولالا غادي نطلع حتى هي كما طلعت الكريم شونتي صافي غادي نطلع مزيان مزيان بحال هكا ومهم صراحه هي المذاق رائع مذاق غزال مذاق واعر غادي نخلط كما شفتوا في الفيديو البنات غادي نخلطهم بجوج كريم شونتي مع كريم هولالا غادي نخلطهم وغادي نقسم شويه غادي نديرو ب... غنديرو بالنكهه ديال القهوه سريعه الذوبان انا عندي الكابوتشينو وانتوما ديروا اي قهوه عندكم عندكم نيسكافي ديروا نيسكافي المهم انا عندي هذه هي اللي كنستعمل فيها النكهه ديال الكابوتشينو صافي البنات هذا ما كان آه درت قلت لكم النكهه ديال القهوه صراحه جات واعره 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 واعره, واعرة بزاف غير هي آه هاد المهم بحال شكل كلاص هو هذيك آه الوصفه اللي بغيت أنا نديرها كتجي بحال كتجي بحال بحال تشيز كيك ولكن حنا خرجت لينا اختي خرج خرجت لينا كلاص درتو في الثلاجه ها انتم الطبقه الاولى دخلتها للثلاجه وجبتها عاد درت عليها الطبقه الثانيه ودابا غادي ندخلهم للثلاجه يبردوا مزيان حاولوا تخليوها تبرد مزيان وعاد جبدوها المهم انا ما خليتهاش تبرد مزيانة هذاك الشيء علاش تبان لكم بحال لا مسكينه سخفانه غير ما عليها المهم صراحه المذاق جا زوين غير البيمو من الاحسن من الاحسن لا بغيتو ديروا بيمو البنات خذوا هذاك لي تشيز هذاك هو لي زوين انا ما كانش عندي حيت في هذه القرينه فين ساكنين حنايا هاد الجزيره وقواق فين ساكنين حنايا ما كاينش ما كاينش شي حاجه يعني شي بيمو درت صابلي صابلي ما زوينش صافي نتوما كي جات وردوا عليا الخبر واش جات زوينه ولا ما جات زوينه المهم صراحه جات المذاق راه كلات عندي اختي اه جا المذاق زوين وكل شيء زوين غير حاجه وحده جات سخفانه شويه صافي والبيمو جا قاصح اه من الاحسن تاخذوا ديروا